السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين ميلون يصدم اسماعيل بن ناصر بقرار مفاجئ. يعني كيما نقولوا احنا بالك الموسم تاعو الاخير بعد انهزام، يعني وين عوار وين يمر للدور النصف النهائي. الف مبروك على الجزائري، عندنا جزائري في النصف النهائي كذلك. كنا نتمنوا ليل كذلك تتاهل، يعني عندنا زوج لعابه مع ليل، يعني مع بن طالب مع ادم الوناس، وادم وين بن طالب وين ضيع ضربه ترجيح، يعني وين ضيعها امام حارس عرف كيفاش يستفز بن طالب، شان نرفزه تاع بن طالب بعد تضييع ضربه جزاء والانهزام ليل واخصاء ليل. هذه كره قدم. وين حدد نادي ميلون الايطالي قائمه بالاسماء اللاعبين المعنيين بمغادره الفريق بعد نهايه الموسم الحالي، وضمت اللائحه اسم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، والذي يعتبر واحد من الركائز الاساسيه في الفريق خلال الاعوام الاخيره. وتغيرت وضعيه اسماعيل بن ناصر صاحب 26 عام مع نادي الميلون منذ تعرضه شهر ابريل العام الماضي لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، وأدت إلى تراجع مستواه وفقدانه لمكانته الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي ستيفانو. ويكافح يعني النجم المنتخب الجزائري منذ رجوعه إلى من الإصابة لاسترجاع مستواه المعهود، ولكنه يجد صعوبة كبيرة في تحقيق هذا الأمر على الأرض الواقع بسبب تلقيه عدد آخر من الإصابات في الأشهر الماضية. وأنا هدرتها لكم وقلناها لكم، يعني الله يجعل ما تكونش إصابة تاعو كما تاع راه سموه غلام، إصابة خطيرة، إصابة خطيرة تلقاه. وزيد يعني الغلطة تاع المدرب المنتخب الوطني السابق المطرود اللي راح جابه من الميلو، ما نورمالمون كوب دافريك اللي فاتت خليه، انت اللي جبته، انت اللي هردته، المدرب المنتخب الوطني هرد ود الناس، هرد له الكارير تاعه، خليته عملية تأهيل، يعاودوا مع طبيب نفساني، يعاود يقلع له ذاك الخوف من العودة للإصابة، يعني هرده، كسر له، هو مسكين جا وهذاك يحوس على روحو، جيب بن ناصر بلاك، يا ودي بن ناصر مسكين كان مبليسي ما يدير لك والو، بريباراسيون تاعو في الصيف ما كان والو. قلنا لكم، قلت لكم أنا واحد من الناس كنت نقول لكم بن ناصر إلا يولي في جوان. مع المنتخب الوطني يولي في جوا في الشامبيونات، قبل ما تعيطلوش كاع الى جوا، كنا نقولوا فيها كيما هكا. وللاسف الله غالب ود عمي، مع من تهدر معينا نهضروا، الناس قال لك يا ودي انا كنت نقول لكم لونترينر المطرود السابق، كنت نقول لكم بالك خاطش ولا يدير كيما هكا، تشوف من يجي عوار، تشوف من يجي اي تنور يرجع، كل خطا يقول لك كيما هكا، هذه يبلعاني هما يبلعاني. كانوا يمشوا فيها، عرفت تشوف من يجي رايا شرقية، عرفت من يجي اولاز يقول لك، عرفت تشوف من يجي اولاز، ما انت ما شفت والو، هما كانوا غير يمشوا فيها. قلت لكم انا كاين اللي قال لك راك ما بغيتوش مي ادم الناس عاود ولا خاطش غادي المنتخب يولي بقوه. قلت لكم ما كاش منها، قلت لكم هذا لونترينر يعطوه النص تاع الارجنتين والنص تاع منتخب تاع الارجنتين والنص منتخب تاع البرازيل، والله العظيم الا خرج بريميتو نقول لكم سبحان الله. المرض حنا كان عندنا في المدرب ماشي في اللعابه، تا لعاب مبليسي مسكين واحد جبته، علاه جبته؟ ما جبتهش يا صاحبي، دقدقته اللعاب، دقدق هم مالك يا صاحبي. بعد لك قول له انتم يا ودي تربح هذيك، تربح روحها ودي خويا روح، انا هدركم كرة قدم، ما كناش نقصروا عليكم. وإن يبدو أن الكثير من أشبه المناصرين الذين لا يفقهون شيئا في كرة القدم يعتقدون أن بن ناصر ما زال لم يشفى من الإصابة، لكن الحقيقة أن اللعاب ضحية فلسفة مدرب فاشل، والذي انهزم أمام يعني قهوة حليب، وكذلك انهزم أمام موريتانيا السمك موريتانيا، والذي قضى على مسيرة اللعاب على الأقل لهذا الموسم بجلبه لكأس إفريقيا، يعني في الوقت كان يجب على اللعاب إكمال فترة التأهيل بصفة متكاملة. في هذا الوقت
بن ناصر لم يعد لمستواه. المهم أن إن أعاد فترة التأهيلية جديدة للموسم المقبل وتحرر من حالة النفسية والتي يمر بها من جراء خوفه من عودة للإصابة مجددا. إدارة ميلون لم يكن بوسعها فعل شيء لأن القانون ليس معها يعني، لكن المدرب يعني لم يهتم بمستقبل اللعاب بقدر اهتمامه بمصلحته وفقط. هذه هي متالي كاع أنا المدرب لي كان المطرود هذه هي. وذكر الموقع ميلو نقل عن صفحته يعني ميلو سبور الإيطالية أن نادي ميلو اختار قائمة لاعبين منتظر أن يتخلى عنها عن خدماتها في الانتقالات الصيفية القادمة، وقال إن بن ناصر يعني دخل ضمن هذه القائمة. وأشارت ذات مصادر إلى أن ميلو يفضل بين تصريح بن ناصر أو الفرنسي ياسين عدلي في خط الوسط بسبب مواجهة الأولى يعني صعوبات في استعادة مستواه بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، بالإضافة إلى انتقاء يعني استبدال بعين يعني يقين إدارة الفريق فيما يخص القدرة الثانية وين عدلي على تقديم إضافة إلى خط الوسط فريق متوسط الموسم القادم. ولم تضم القائمة اللاعبين المنتظر أي أن يبيعهم ميلو اسم بن ناصر وعدلي، وحسب أن المهاجم الفرنسي أولفير جيرو يستعد لحسب حقائبه وهو الآخر والرحيل عن النادي شأنه شأن يعني الدنماركي سيمون. فيما يبقى مستقبل المهاجم الصربي لوكا مع الفريق الإيطالي محل شك. أما الأسماء الكبيرة في النادي على غرار الفرنسي الحارس مايك يعني وزميله الظهير أيسر تيو، فكشف المصدر نفسه بأن ميلو لا يتخلى عن خدماتهم سوى في حال تلقيه عروض كبيرة ومغرية. وإن يذكر أن عقد إسماعيل بن ناصر مع النادي ميلو يمتد حتى صيف 2027 وقيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو استناد إلى موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في شؤون الانتقالات. واكتفى الدولي الجزائري بوجود في 18 مباراة فقط مع النادي الإيطالي هذا الموسم وقدم تمريرة حاسمة واحدة. يا رواتي نقول لكم رواه أنا كي نشوف مسيلمة الكذاب يتكلم على حياة نعرف الربح مكاش. أنا نقول لكم تكلم على بن طالب زي فيناتي، تكلم على بن طالب زي فيناتي، نقول لكم قاعد يتكلم على مانتريا ليك مانتريا مانتريا ما ولاش يعرف يدير كارتي. جابها مقبل كلنا المدرب، أنا مع المدرب أنا مع المدرب أنا مع المدرب، ولا ما يعرفش يحط خطة هربت لها كاع. محرز شاهد محرز شاهد محرز محرز ما دار والو تا خرج من سيتي. هذا مسنطح، هذا اللي ربي سلطوا على المنتخب الوطني أكبر مسنطح. أنا نقولكم لي يهدر عليه راح، أنا نقولها لكم ودي نقولها لكم نعاود لي يهدر عليه والله راح. ذاك مسيلمة الكذاب هذاك هشام الحلوف في العريضة لي يتكلم عليه راح. كره تأمنوا نتوما نقولكم درت لكم تسريب يتمنى الخسارة اللي يسمع عشت لي يسمع علاه يتمنى الخسارة اللي يسمع علاه علاه نقولكم كان يتمنى الخسارة اللي يسمع خاطر علاه عبد الحق بالشيخة كان في راسه يتخيل هذاك المسيلمة الكذاب هذا الحلوف هذا كان يتخيل بلي عبد الحق الشيخة غادي يجي في مكان المدرب اللي طرده صادي كان يتخيل. اما لا تمنى الخساره اللي ياسمى ربحت دو ماتش ربحت دو فينال ربحت الاهلي ونهار اللي ربحت الاهلي عندي التسريب تاعو شي يقول لهم قول لهم يخافوا ربي العربيت مشري شراو له العربيت الجزائر شرات العربيت عشات ربحه هو كره ايكيب تربح هو كي يكره ليكيب تربح. هانا نقول لكم تالية بوليفيا في قلبه كان يحوس عليها تخسر يحوس على بوليفيا تربح دق بوليفيا كون غير قال لودي بوليفيا تخسر كان غادي تربح. اقعد كيما هاكا راك مليح الا تبغي منتخب وطني اقعد ضده مول قلبك في طوح نايين كاليفو ايا اقعد اهدر عليها راك مسامح كيما ذاك بو كلبه بالخاف نقلب على لونتي لا قال له معقول يروح للكوب ديمون يروح للفيفا لا ولدي
قوائم التواكم سوداء. لا تنسوا تعطوا لجيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.